learn Photoshop, Illustrator and After Effects with السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شوقي. طبعا بعد غياب طويل شوية، يعني 3 4 أيام كده أو أسبوع، غبت شوية عشان بس أعمال وكده. النهاردة هنبدأ بحاجة بسيطة خالص وسهلة خالص، ودرس هيكون صغير بس هي حاجة يعني خفيفة كده وحلوة شوية ومش قديمة. يعني هنبدأ بحاجة اسمها 3D Color. زي ما انتوا شايفين في الصورة هي اللي بتتعرض لكم دي، ديت طبعا في ناس تستغرب 3D ايه، لا ده 3D Color اللي هو بيبقى يعني الأبعاد الثلاثية بس بتاعة الألوان مش بتاعة مجسم. يعني بيبقى الألوان طبعا زي ما انتوا عارفين أو الناس اللي بتعرفش، بتبقى الأساسية بتاعتها الجرين والبلو والريد اللي هو الأحمر والأخضر والأزرق، وديت الألوان الأساسية، وديت لما تيجي تعمل تحليل الضوء بتظهر لك. فهو نفس النظام كده. النهاردة هنبدأ، هي الصورة اللي احنا مستخدمينها طبعا الصورة كلها HD عشان تبقى الصورة حلوة. أنا بدأت بس تاخدوا الفكرة، يعني مش لازم الصورة دي. طبعا احنا بنشتغل على الصورة لازم تكون أبيض وأسود زي ما احنا تعودنا قبل كده بالهيو سوليوشن او بالوايت اند بلاك، بس احسن حاجه الهيو سوليوشن. بنيجي عند الصوره بنفك القفل ده، ونيجي على الادجستمنت منيو، ونيجي عند الهيو سوليوشن، نيجي نقلل السوليوشن خالص، ونعمل دمج للصورتين عشان تبقى يعني للافكت والصوره عشان يبقى حاجه واحده زي ما انت شفت كده. بنعمل اول حاجه دبل كيت بكنترول وجي، كنترول وجي اهو زي ما انت شايف كده. نيجي نخفي اللي تحت، ونيجي على اللي فوق، ونيجي عند في حاجه اسمها بليندنج مود منيو، ديت التحكم في الصوره كلها. الصوره بيبقى ليها افكتات معينه انت بتتحكم، لا زي الاف اكس هي بس اسرع طريقه انك تخش عليها تضغط كليكين على اللاير اهو، ديت البليندنج مود. تمام، عندك اللي هي الالوان الاساسيه الريد، يعني احنا مثلا ده الاحمر، ده الجرين الاخضر، وده البلو الازرق. احنا لو عملنا تشيك هنا، عملنا تشيك وسيبنا التشيك ده على الار اللي هو الريد، هتبقى الصوره احمر، ولو مثلا الجرين وسيبنا تبقى اخضر، ولو على البلو عملناها كده تبقى ازرق. احنا عايزين اول حاجه البتاع بيبقى مكون من ازرق واحمر، وبيبقى الاخضر بيبان في الاخر مع التحليل. انت عايزين الريد، هنعمل نخفي الجرين ونخفي البلو، تفضل لنا الريد كده الصوره هي حمراء. ونعمل كنترول وجي تاني عشان نعمل دبل كيت بنفس اللون. تمام، وبنخفي ده، بنيجي هنا نضغط كليكين هنا. تمام، احنا دلوقتي عايزين اللون اللي مش الازرق، احنا عايزين اللون اللي هو زي ده كده اللي هو اللي اسمه ساين اللي هو اللبني. يعني فاللبني ده بيجي اندماج لونين الاخضر والازرق، يعني الاخضر والازرق مع بعض يعملوا اللون ده. فاحنا هنعمل تشيك هنا وتشيك هنا على الجرين والبلو، ونلغي الريد زي ما انت شايف هو ده اللون اللي احنا عايزينه، ونظهر دي. احنا طبعا لما ظهرنا دي الصوره رجعت تاني، يعني احنا كنا عاملين دي احمر ودي كنا عاملينها الساين. هتشوف دلوقتي عشان نعمل بقى 3D، تجيب تمسك الصوره اللي هي الاولانيه دي، تجيبها كده سنه للجنب، تجيب الصوره دي كده شويه، تبعدها حبه عن التانيه زي ما انت شايف كده اهو. بس انت في اللي هو الحاجات اللي في الجنب دي عشان نخفيها بقى، تعمل تشيك انك تظهر البتاع الاخير ده بس كده زي ما انت شايف الصوره اتعملت. موضوع تافه اساسا بس الافكت جميل. الافكت ده منتشر في الموبايلات، في الفونز اللي هو مثلا زي بيكس ارت وكام واحد بتاع ايديت للصور، بيبقى معمول جهاز بس طبعا احنا في الفوتوشوب بيبقى الحاجات موجوده واحنا اللي بنكونها، وده اهم حاجه انك بتستخدمها في التصميمات الحديثه. واتمنى يكون الدرس عجبكم، ومعاكم محمد شوقي، وهشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.